جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل شيخ صالح فيقول: قال الله تعالى عن أصحاب الشمال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، ما معنى هذه الآية؟ وهل هناك ضابط للترف المحرم؟ جزاكم الله خيرا. الترف المحرم هو الذي يشغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وقد لا يقتصر المترف على ما أباح الله سبحانه وتعالى، بل يعطي نفسه كل ما تشتهي من حلال أو حرام. هذا هو الترف المحرم، ولأن الترف يحمل على تجاوز حدود الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. دل على أن الترف الزائد يؤدي إلى الفسوق والخروج عن طاعة الله عز وجل ومعصية الرسل عليهم الصلاة والسلام، فيؤدي ذلك إلى الهلاك. فإن كان الترف أقل من ذلك فإنه يكون مكروها، لأنه يشغل عن طاعة الله، ولأنه يعود النفس على الكسل، والمطلوب من المسلم الجد والاجتهاد والجهاد في سبيل الله والعمل الصالح والقيام الليل. أما المترف الذي ينام ويملأ بطنه بالطعام ويتناول كل ما ظفرت به يده ويشتغل بذلك عن طاعة الله ويتكاسل عن الطاعة، فهذا أيضا من الترف المكروه أو المحرم. لكن الترف الخطر هو الذي يحمل صاحبه على الفسوق وعلى تجاوز حرمات الله سبحانه وتعالى، بل أشد من ذلك معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. الترف مذموم على كل حال، لكنه يتفاوت، بعضه أشد من بعض. نعم.